الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم في حلقتنا الجديدة من برنامج ذاكرة التاريخ الكنسي. إتكلمنا في حلقتنا اللي فاتت من أول حلول الروح القدس على التلاميذ وتأسيس الكنيسة شفنا العصر الرسولي شفنا عوامل نجاح كرازة الآباء الرسل إتكلمنا عن خراب أورشليم ودمار الهيكل سنة 70 ميلادية على ايد تيتوس. واتكلمنا عن كنيسة روما والاباطرة نيرون ودوميتيان وشفنا حريق روما اللي عمله نيرون و التهمة ازاي بالمسيحيين ومدى العذاب اللي شافوه. بعد كل ده والتشتت الكنيسة بدأت تتأسس في العالم كله، وبدأ يبقى فيه كراسي رسولية هنتكلم النهارده عن أشهرها، وهنتكلم إذا سمح ربنا والوقت سمح عن الأناجيل الأربعة، وفي حلقاتنا القادمة هنتكلم طبعاً ندي إشارة عن الآباء الرسل ومدى تعبهم وهم مين وحياتهم نبذة صغيرة تاريخية عن كل واحد فيهم. اشهر الكراسي الرسوليه طبعا تيجي في المقدمه كنيسه اورشليم وده امر طبيعي ان اورشليم بتحتل مكانه كبيره جدا وشهره في عصر الاباء الرسل اورشليم كانت مركز الديانه اليهوديه وبقت هي مركز ميلاد المسيحيه عشان حلول الروح القدس على التلاميذ اورشليم هي اول مدينه شافت وجود السيد المسيح في فتره حياته على الارض وتقدس ترابها بدمه الفادي في اورشليم اتولدت الكنيسه وطلعت منها بشرى الخلاص لكل العالم وطبعا برضه في اورشليم كانت بداية تبشير الأباء الرسل للعالم كله ومعجزاتهم اللي حصلت في أورشليم زي معجزة شفاء المقعد على باب الهيكل اللي حصلت على قدين القديس بطرس والقديس يوحنا أورشليم اتبركت بدم القديس استفانوس رئيس الشمامسة والقديس يعقوب بن زبدي والقديس يعقوب أخو الرب كمان من ضمن مكانة أورشليم إن انعقد بيها أول مجمع كنسي ده كان اسمه مجمع أورشليم وده كان بيناقش مشكلة اسمها مشكلة التهود ولما الاضطهاد حصل كتير جدا في أورشليم والأحداث بتاعة خرابها الكتاب المقدس يقول لنا في سفر أعمال الرسل إصحاح 8 آية واحد ان تشتت الجميع في قور اليهوديه والسامره ما عدا الرسل. كلمه ما عدا الرسل دي بتشير ان الرسل فضلوا قاعدين في اورشليم برغم تزايد الاضطهاد لانهم كانوا بيشعروا ان هنا في اورشليم مركز وراس الكنيسه اللي نقدر نتابع منها انتشار الايمان في كل العالم. وعشان ما كانت اورشليم المسيحيين بره اورشليم كانوا حاسين بقد ايه قيمه اورشليم نفسها وواجب المسيحيين ناحيتها فعشان كده كانوا دايما يبعتوا النذور بتاعتهم والتقديمات للفقراء هناك القديس بولس الرسول نفسه اهتم بالامر ده فكان بيجمع التقديمات من كنائس الامم اللي اسسها بره وبيبعتها لكنيسة أورشليم والأمر ده باين في رسالته إلى أهل روميا إصحاح 15 آية 26 بيقول لأن أهل مكدونية وإخائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين الذين في أورشليم. دايما احنا على فكرة بنذكر آيات كتيرة جدا في الجزء الأول لتاريخ الكنيسة خصوصا من سفر أعمال الرسل لان في ترابط بين التاريخ وبين الكتاب المقدس الكتاب المقدس بيثبت صحه التاريخ وعشان كده دايما بالذات سفر اعمال الرسل لان هو مصدر رئيسي زي ما قلنا في حلقاتنا الاولى لفتره العصر الرسولي القديس بولس كمان كان بيجمع التقدمات دي وبياخدها بنفسه يوديها لاورشليم زي ما حصل في زيارته الثانيه لاورشليم سنه 44 كان جاي من كنيسه انطاكيا معاه نذور واخدها معاه اورشليم. كنيسه اورشليم اتولى امرها القديس يعقوب البار احد الاثني عشر رسول. فضل مسؤول عنها حتى سنه 62 ميلاديه لحد ما استشهد وكان هو أول أسقف عليها وبعد استشهاده مسك كنيسة أورشليم أخوه القديس سمعان ابن كلوبا القديس سمعان ابن كلوبا لما هتيجي سيرة الأباء الرسل في الحلقات اللي جاية استشهد مصلوب على إيد والي اسمه أتيكس والي اليهودية سنة 106 وكان عمره حوالي 120 سنة برغم المكانة الكبيرة جدا لكنيسة أورشليم، لكن للأسف هي ما قدرتش تحتفظ بالمركز المتقدم ده والمتميز عشان الخراب اللي جه أورشليم سنة 70 ميلادية على ايد تيتوس. لكن بعد فترة استرد الكرسي الأورشليمي مركزه المتميز في أوائل القرن الرابع بعد ما الأحوال السياسية اتغيرت واتولى الامبراطور قسطنطين البار الامبراطوريه الرومانيه وبعد زياره الملكه هيلانا ام الامبراطور قسطنطين لاورشليم واكتشافها الصليب بتاع السيد المسيح. تاني كرسي او تاني كنيسه هي كنيسه أنطاكية دي بتيجي بعد كنيسه اورشليم من حيث الاهميه في الفتره دي. كانت انطاكيا هي المدينه الثالثه من حيث الترتيب في الامبراطوريه الرومانيه. المدينه الاولى كانت روما المدينه الثانيه كانت اسكندريه المدينه الثالثه كانت هي انطاكيا. وكانت واخده المركز ده عشان موقعها الجغرافي والسياسي وكانت هي عاصمه سياسيه لسوريا. سكان انطاكيا كانوا خليط من الاغريق والاغنياء والسريان اللي هم عامة الشعب وكان فيها بعض اليهود وكنيسة انطاكيا بتعتبر هي الكنيسة الاممية الاولى من جهة تاريخ تأسيسها وخدم في الكنيسة دي وكرس فيها القديس بولس الرسول والقديس برنابه وراح برضه زارها القديس بطرس في زياره بعد مجمع اورشليم يعني تقريبا راح زارها سنه 51 لان مجمع اورشليم كان سنه 50 ميلادي الكنيسه الثالثه هي كنيسه اسكندريه وكانت اسكندريه في الفتره دي هي عاصمه العالم من حيث الشهره العلميه والثقافيه كان فيها مدرسه اسكندريه شهيره جدا دي كانت اكبر مركز فلسفي وعلمي في العالم من حيث طبعا براعه الاساتذه اللي فيها او كميه الكتب والمخطوطات اللي كانت فيها سكان اسكندريه كانوا مصريين واغريق ورومان ويهود ويمكن فضلت الجاليه اليهوديه موجوده في اسكندريه لحد وقت قريب وصل الايمان المسيحي لاسكندريه على ايد القديس العظيم ماري مرقص الرسول وده طبعا هنتكلم عنه بالتفصيل عن القديس ماري مرقص وهنتكلم عن كنيسه اسكندريه بقى بعد كده في تاريخنا وتاريخ الكنيسه كلها خلال الفتره المتاخره اللي هو كنيستنا الارثوذكسيه في مصر كرز بيها القديس ماري مرقس وكان بعض السكان بتوع اسكندريه من اللي حضروا حلول الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين دول برضو حملوا الامام معاهم لاسكندريه وبيشير سفر اعمال الرسل لواحد من الناس دي كان اسمه ابولوس السكندري ده كان يهودي واعتنق المسيحية بيشير له سفر أعمال الرسل في إصحاح 18 آية 24 بيتكلم ويقول وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب انجيل القديس لوقا اتكتب لواحد من وجهاء اسكندرية من أغنياء اسكندرية كان اسمه ثاؤفيلوس بيبدأ الإنجيل بيقول رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز سأفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. الكلام ده إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح الأول آية 3 و 4 طبعا كلمة العزيز سأفيلس بتشير إن هو كان حد من الأغنياء أو النبلاء بتوع البلد. طبعا برغم ان الايمان اتعرف في اسكندرية قبل وصول القديس ماري مرقص لكن تأسيس كنيسة اسكندرية والفضل في وصول الايمان لينا والفضل ان احنا حتى الان على ايماننا ربنا يحفظ الكنيسة ويحفظ الايمان في كل وقت هو للقديس ماري مرقص الرسول اللي أسس الكنيسة سنة ستين ميلادية كنيسه اسكندريه اتميزت بكتر عدد اللي امنوا وروحياتهم كانت عاليه وعمل القديس مرقس لما لقى في اسكندريه في مدرسه وثنيه عمل هو مدرسه لاهوتيه عشان تفند التعاليم الوثنيه ويحفظ الايمان وتقاوم الافكار المنحرفه اللي كانت عند الوثنيين. الكنيسه الرابعه هي كنيسه روميا كنيسة روما كانت في مدينة روما طبعا في عصر الأباء الرسل وكانت روما هي المدينة الأولى من الناحية السياسية بلد الإمبراطور وعاصمة الإمبراطورية وكان كل المؤرخين لها بنظرة إجلال واحترام لدرجة أن كانوا بيطلقوا عليها روما الخالدة دخلت المسيحية لروما بواسطة برضه بعض المؤمنين اللي كانوا موجودين يوم حلول الروح القدس يوم الخمسين لكن تاسيس كنيسة روما جه على يد القديس بولس الرسول. في اراء في الحته دي مش عايزين نتطرق لها بالتفصيل لكن هندي نبذه صغيره البعض بيقول ان القديس بطرس هو مؤسس كنيسة روما لكن تاريخيا وكتابيا القديس بولس الرسول هو المؤسس لكنيسة روما زي هنشوف دلوقتي. الأدلة الكتابية على تأسيس القديس بولس لكنيسة روما. أول حاجة إن القديس بولس هو رسول الأمم مش رسول لليهود كان رسول للأمم والكنيسة اللي تأسست في روما دي كنيسة كانت في بلد عاصمه للعالم الوثني يعني هي كنيسه امميه مش يهوديه. عشان كده الكتاب المقدس يقول الذي به لاجل اسمه قبلنا نعمه ورساله لاطاعه الايمان في جميع الامم. ده في سفر اعمال الرسل اصحاح واحد ايه 5 وطبعا كلنا عارفين من خلال برضو الكتاب المقدس ان القديس بولس الرسول هو رسول الامم بيتكلم في رسالته لاهل غلاطيا الاصحاح الثاني من ايه سبعة لايه تسعة بيقول اذرؤوا بيتكلم عن يعقوب وبطرس ويوحنا بيقول اذرؤوا اني اؤتمنت على انجيل الغرله كما بطرس على انجيل الختان وبيكمل يقول اعطوني وبرنابه يمين الشركه لنكون نحن للامم واما هم فللختان نكون نحن للامم يعني القديس بولس اتحدد له انه رسول الامم وكنيسه روما كنيسه امميه فبالتالي يبقى اللي بشرها هو القديس بولس بشهاده الكتاب المقدس في دليل تاني على تاسيس القديس بولس لكنيسه روما ان القديس بولس كان عنده مبدا حطه لنفسه انه مش بيكرس في بلد كرس فيها حد تاني قبله فبيقول رسالته لأهل روميا إصحاح 15 آية 20 كنت محترصا أن أبشر هكذا ليس, ليس حيث سمي المسيح لألا أبني على أساس آخر هو مش بيحب يبني على أساس آخر فهو كان حاطط مبدأ أن فيه بلد ما رحش حد قبلي انا هروح وبالتالي ده دليل طالما هو قبل انه يبشر في روما ان كده ما حدش قبله راح في المدينة دي راح فيها القديس بولس واجر بيت عاش فيه سنتين كاملين وفضل هناك يبشر بالايمان وبيقبل اللي دخلوا في الايمان نقطه تالتة لاثبات ان القديس بولس هو مؤسس كنيسه روميا ان الاصحاح 16 من رسالته الى اهل روميا فيه كتير جدا من اسماء المسيحيين سواء يهود او امم موجودين في روميا هو باعت لهم السلام والتحيات والتقدير معنى كده ان في معرفه سابقه هو بعت لهم رسالة يعني كان يعرفهم قبل كده يعني شافهم لما هو كان في روميا واصلات بيهم عشان بعضهم خدم معاه وبعضهم اتأثر معاه وبعضهم اللي تعب معاه في الخدمة الدليل الرابع لكرازة القديس بولس الرسول في روميا ان هو بعد ثلاثة ايام من وصوله لروما سنة 61 ميلادية بعد جاب اليهود وبدأ يتكلم معاهم عن السيد المسيح فقالوا له ان هم ما يعرفوش خالص حاجة عن المسيحية هنا نقف عند الحتة دي يعني سنة واحد وستين لما بعد يجيب ناس يكلمهم عن السيد المسيح قالوا له احنا ما نعرفش حاجة خالص عن المسيحية يبقى بالتالي مفيش حد بشر قبل بولس الرسول الناس دي لانهم ما يعرفوش المسيح عشان كده الكتاب المقدس بيقول ولكننا نستحسن ان نسمع منك هم بيقولوا له يعني احنا بنستحسن ان نسمع منك ماذا ترى لانه معلوم عندنا من جهه هذا المذهب انه يقاوم في كل مكان ده في سفر اعمال الرسل 28 اي 20 خدوا بالكم الكلمة اللي بيقولها اليهود احنا عايزينك يعني نسمع منك وبيكملوا بيقولوا ان احنا سمعينه عن المذهب ده انه بيقاوم في كل مكان مجرد سمع لكن ما يعرفوش حاجة عن المسيحية قبل كده قبل تاريخ وصول بولس الرسول وبالتالي ان حتى سنة 61 ما كانتش كنيسة روما اتأسست وده برضه دليل ان حتى سنة واحد 61 القديس بطرس الرسول ما كانش راح روما حتى تاريخه. لكن القديس بولس وصل روما وقعد فيها سنتين كاملين قعد يكرز ويعلم والكلام ده برضه جاي في سفر أعمال الرسل اصحاح 28 آية 30 وفي روما اثناء فترة وجود القديس بولس كتب رسائله إلى أهل أفسس وأهل فيليبي وأهل كلوسي ورسالته إلى فيليمون. من كل اللي فات شفنا تأسيس الكراسي الرسولية كنيسة اسكندرية، كنيسة أورشليم، كنيسة روما، كنيسة أنطاكيا وقدرنا تاريخيا نتكلم عن تبشير القديس بولس الرسول وتاسيسه لكنيسه روما عشان بعض الاراء اللي بتنادي ان القديس بطرس هو مؤسس كنيسه روما هنتكلم مع بعض في حلقاتنا اللي جايه عن البشائر الاربعه الاناجيل الاربعه وطبعا زي ما قلت تقديرا لتعب الاباء الرسل في وصول الإيمان لينا قدموا حياتهم علشان الإيمان يوصل لنا بشروا في كل مكان وكان روح ربنا اللي عامل فيهم هنتكلم عن الآباء الرسل الإثني عشر بنوع من نبذة عن حياة كل واحد منهم علشان بعد كده ننفرد بقى بكرسي الخاص بينا كرسي إسكندرية والقديس العظيم ماري مرقص الرسول ونتكلم عن تاريخ كنيستنا في العصر من اول نشاتها من عصر القديس ماري مرقص حتى العصر الحالي بكل الاحداث بكل قديسينها بكل بطركتها. اوصيكوا تاني الايميل اللي بيظهر قدام حضراتكم راسلونا عليه أوصيكم تاني ان التاريخ حلقات متتابعه ونكون حريصين ان احنا نتفرج عشان ما يسقطش مننا جزء لان ده مهم جدا في دراسه التاريخ نلتقي بكم على خير في مراتنا القادمه ولالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين